السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، رجعنا لكم النهاردة عشان نكمل حل في كتابنا كتاب جيم العام الدراسي 2024-2025. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الوحدة التانية ليتس جو شوبينج في كتابنا كتاب جيم. وطبعا قبل ما نبتدي زي ما قلنا قبل كده إن كتاب جيم السنة دي عامل إضافات جميلة جدا في المرحلة الإعدادية والثانوية. على سبيل المثال انت عندك تشيك بوينت كتير جدا بعد كل جزئية نوتس، بعد كل جزئية جرامر عندك تشيك بوينت، عندك الكي فوكاب الكلمات المهمة بادئين بيها معمولة في تيبل لوحدها، عندك كمية تمرينات طبعا، كتاب التدريبات المدرسة، عندك كتاب المدرسة الأساسي، عندك اللونج مان، عندك أسئلة المحافظات، كل ده هتلاقيه موجود في كتاب جام. عندك هنا lesson 1 and 2 63 في 63 جزء الفوكاب بيقول لي this microwave has a 25% عليه 25% نقط usually it cost 1000 هو العادي ب1000 but now is 750 Egyptian pounds 750. Advert إعلان offer عرض سيل اللي هو عجل البحر discount تخفيض طالما جاب لك كلمة في المية على طول تروح لديسكاونت. A is a time when a shop sell things at a cheaper price than usual لما المحل يبيع البضاعة بسعر أقل من العادي يبقى كده عاملين تريد تجارة ولا سيل عاملين زي أوكازيون ولا ديل صفقة ولا بارتي حفلة طبعا عاملين سيل. When I'm excited لما بكون مثار ومتحمس I sometimes speak loudly بتكلم بصوت عالي. The antonym of loudly مضاد كلمة عالي ومرتفع. عكسها إيه stupidly بغباء like لحسن حظ quietly بهدوء noisily بزعاج noisily تساويها يبقى quietly. The most useful thing in the kitchen is أكتر حاجة مفيدة في التلاجة speaker سماعات الأذن smart TV تلفزيون fridge الثلاجة ماجازين المجلة طبعا الفريج اللي هي الثلاجة. The assist helped me choose my skirt كلمة assist كده ناقصة ساعدني اختار الجيبة. To correct عايزين نصحح The underlined word الكلمة اللي تحتها خط add the suffix suffix يعني نهاية ايه النهاية اللي ينفع تضاف لكلمة assist عندنا احنا في كلمة ايه بقى في الوحدة دي ANTY ENCISE عندنا طبعا assistant اللي هو المساعد او العامل. A knot is equipment that you connect بتوصلها to a phone or computer to listen to it عشان تسمع منها صوت. كاتل غلاية ستور المتجر فريج الثلاجة سبيكر السماعات يبقى سبيكر. Osama's family have a knot TV they can now watch films from the internet بيشوفوا افلام من الانترنت. smart تلفزيون smart متصل بالانترنت dark مظلم stupid غبي small صغير طبعا smart TV. There is a sale this week في عرض so the shop is full of from all over the city المحل مليان ناس من كل انحاء المدينة fridge ثلاجات كاتلز غلايات offer عروض customers زباين في زباين كتير اللي هي بتساوي clients عملاء. Kosheri is a popular food in Egypt أكلة شعبية ومحبوبة في مصر the synonym of popular مرادف popular lucky محظوظ common شائعة free مجاني fortunate محظوظ يبقى common شعبية ومشهورة. A is a machine that cooks food تطبخ الطعام very quickly using special waves مين اللي بتعمل cook الفريج التلاجة microwave ولا kettle ولا coffee machine الكوفي ماشين يا جماعة بتعمل ايه hot بتعمل hot drink الكاتل بتعمل boil بتغلي المية انما اللي بيعمل cook الميكروويف يبقى cook مرتبطة بالميكروويف يغلي غلاية coffee machine يبقى hot drink. The cotton t-shirt is currently special over at 150 في العرض buy at 4 on طبعا on a special over يعني معروض. When I wear لما بلبس I can hear the music really well بسمع الموسيقى كويس. Headphones سماعات الأذن speakers سماعات fridge الثلاجة microwaves الميكروويف طبعا بيقول لك ايه بسمع كويس جدا يبقى الهيدفونز. They showed that 32% of people prefer online shopping بينت ان 32% من الناس بيحبوا التسوق الالكتروني بلوج المدونة advert الاعلان poster الملصق survey دراسة وتحليل يبقى الدراسة. Our oven is a machine we use to cook and heat food قلنا cook مين اللي بيطهي الطعام ويسخنه oven
الفرن ولا كاتل ولا فريج ولا اوفر؟ طبعا الاوفن الفرن. I want to sell my old car. عايز ابيع السيارة القديمة. Sell is the opposite in meaning. عكس يبيع. Trade يتاجر. Buy يشتري. Wait ينتظر. Deal يعقد صفقة. واحد بيشتري والتاني، او واحد بيبيع والتاني بيعمل ايه؟ بيشتري، يبقى buy. تعالوا بقى كده ايه نشوف time to practice. اول حاجة عندي كلمة deal صفقة، بي يدفع، assistant مساعد، loss خسارة، machines آلات، بيت دفع. last week الاسبوع الماضي I wanted to buy a kettle. كنت عايز اجيب غلاية. so I went to a shop which sells electric نقط، بيبيع electric ايه؟ machines آلات كهربائية. I asked the shop نقط، البياع اسمه شوب ايه؟ assistant، يعمل ايه؟ to help me choose a good one. He advised me to take an Egyptian kettle. قال لي خد الغلاية. I agreed and not him 300 pounds. ودفعت له. الجملة ماشية ماضي، يبقى عايزين برضو فعل ماضي، لأن and يجي قبلها زي بعدها. قبلها مضارع يبقى بعدها مضارع، قبلها ماضي يبقى بعدها ماضي، يبقى هنقول هنا paid. بعد كده بيقول لي it was a good، إنها كانت good. good إيه بقى؟ ده good deal يعني صفقة جيدة. شوف بقى الاختيارات. A is something that you use in the kitchen to boil water، نغلي المية. فريج ثلاجة. TV كاتل راديو، اللي بتغلي المية طبعا الغلاية. they have our TV at home، عندهم تلفزيون نقط. to watch films from the internet، يشوفوا أفلام من على الإنترنت. intelligent ولا ancient ولا smart ولا old؟ طبعا عندنا التلفزيون الذكي اللي هو smart TV. A is something that is a good price، سعر جيد. to encourage people to buy it، يشجع الناس يشتروه. poster الملصق. special offer عرض. website موقع customer الزبون، طبعا ده special offer. the antonym of smart مضاد كلمة ذكي. stupid غبي. clever ماهر. happy سعيد. rich غني، يبقى stupid. my bag is the best، the leather is very soft، الجلد ناعم. the best quantity كمية. quality جودة. height ارتفاع. color لون، يبقى أحسن جودة، يبقى quality. A means a good or cheap price، سعر جيد. discount تخفيض. canoe الزورق. deal صفقة. handicraft حرفة يدوية، يبقى discount. the price of the watch is wonderful، سعر الساعة رائع. with free industries نوع. discovery اكتشاف. delivery تسليم. recovery استشفاء، طبعا with free delivery يعني التوصيل مجاني. everyone likes محمد صلاح، the footballer، كله بيحب محمد صلاح. he's a not person، horrible سيء. popular مشهور. dangerous خطير. boring ممل، يبقى popular. I didn't order a microwave، انا ما طلبتش microwave. I ordered an oven، طلبت فرن. they sent me a wrong charge، شحن خطأ. change تغيير. turn فصل دراسي. item جهاز، يبقى بعتولي wrong item، جهاز خطأ او عنصر خطأ يعني. March is the month، شهر مارس هو الشهر. when there is a knot on the winter clothes، بيعملوا ايه على الملابس الشتوية؟ sell يبيع. sell خلية. sale يبحر. sale occasion او عرض، يبقى بيعملوا sale. هنا عندي بقى في 67 جزء الجرامر بيقول لي the red apples are sweet than the green ones، بيقارن التفاح الاحمر بالايه؟ بالأخضر. sweet صفة قصيرة، يبقى هنقول sweeter أحلى. sweeter than. this book is interesting than that one I like it most. interesting صفة طويلة، وده مقارنة، يبقى more. ولازم أكتب، خلي بالكوا يا سنة تالتة، interesting more interesting. this is heavy box I have ever lifted، رفعته في حياتي. ايفر دي بتيجي في التفضيل على طول، يبقى المفروض هيفي قصيره، يبقى اقول ذا هيفيست، تحذف الواي وتقلب الى اي، يبقى اي اي سي تي. اتس جود تو باي كلوز ان شوب ذان اونلاين، عندك ذان وهنا جود. جود غير منتظمه، بتبقى مع ذان بيتر، وفي التفضيل ذا بيست. ذا ريد دريس لوكس مور بيوتيفول اون هير ذان ذا بلو وان، ده افضل من ده، فالمفروض اقول ذان.
Everest is the high mountain in the world. أعلى جبل في العالم يبقى highest عشان في ذا. The concert الحفلة الموسيقية was most crowded than. في crowded و than يبقى مش most يبقى المفروض نقول more. The Pacific Ocean المحيط الهادي large ocean in our planet. In our planet يعني على الكوكب كله يبقى الأكبر يبقى لازم أجيب ذا و large صفة قصيرة تبقى the largest. Whose is more useful the mobile or the computer؟ أيهما أيهما اسمها which مش whose. This is the cheaper hotel I could find. في ذا وتشيب قصيرة يبقى cheapest. بيقول spring فصل الربيع is pleasant season of the year في العام كله الأفضل أو الأجمل يبقى the most pleasant. The film was terrible. I think it was the bad film I have ever seen. مش حاجة اسمها the bad اسمها the worst الأسوأ لأن bad غير منتظمة. Your voice is loud than mine مقارنة ولود قصيرة يبقى louder عشان عندنا than. He thinks Chinese is difficult language in the world في العالم كله يبقى بيقارن الصيني بكله يبقى the most difficult. This house is high than the television tower. هنا في than يبقى higher. بعد كده بيقول لي that was exciting movie I have ever seen. لما يجيب لي ever يبقى على طول تفضيل يبقى the most exciting. Bicycles are safe than motorbike من الموتوسيكل أكثر أمانا يبقى safer. Kettles are expensive than laptop من اللابتوب الكاتل less expensive اللابتوب أغلى منها. This cake tastes delicious than the one we had. هنا مقارنة يبقى في than يبقى more delicious لأن delicious صفة طويلة. Smartphones are much easy to use than the old ones. عندك than يبقى المفروض مع easy نقول easier والواي تحذف وتقلب إلى I يبقى easier than. نروح مع بعض الـ 71 القاعدة التانية عندنا either وneither ونone وبoth. Both my parents was born in the same city. احنا قلنا both في جميع الحالات الفعل معاها جمع. يبقى دي مش هتبقى was هتبقى where. All the dishes needs washing كل الاطباق يبقى جمع يبقى need مع الجمع الفعلي بدون اي اضافة. Either the options is fine with me جيدة معايا بالنسبة لي اسمها either of بيجي بعدها اسم جمع وبعد كده فعل مفرد. Neither of them want to go to the party. Neither of محتاجة فعل مفرد. طب مع المفرد بنضيف اس ولا لا؟ يبقى wants مضارع البسيط. Both of the film were great. طيب both of بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها جمع. يبقى both of the films مش مفرد. None of the chairs were comfortable so I decided to stand. None of بيجي معاها فعل مفرد يبقى was. Both Sara or Basma are excellent. Both اسمها both or لا اسمها both and لما الor دي مع either. Either of the dresses look good يبدو احنا قلنا either of فعل مفرد يبقى look مع المفرد بنضيف اس يبقى looks. Both of my two children wants to go to bed late. هنا both of الفعل جمع يبقى want. Can both you or Lisa take me to the station? مين اللي بتيجي مع or either يبقى either you or Lisa. None of the flowers in the garden are beautiful. I like them. أنا حبيتهم جدا يبقى كل الورد يبقى all of.
Both team played well, but only one could win. واحد بس اللي ممكن يفوز يبقى both teams جمع. Either of the dishes on the menu are delicious. Either of فعل مفرد يبقى is. Either of the questions are difficult, so I didn't answer them easily. ما قدرتش أجاوب عنها يبقى all of the questions. كل أسئلة كانت صعبة. Neither Ali nor I be present last night. Neither nor الفعل يتبع الفعل السابق. طب last night يبقى ماضي. I تاخد mean and I تاخد was. Both Nabil and Ali be at school yesterday. Both الفعل جمع على طول. الجمع من بي في الماضي وير. خلي بالك من الزمن. طارق usually has both an egg or some fruit. مين اللي بيجي معها or either or. Either سما نور مريم has a new mobile. Either اسمها either or. Neither the laptop nor the microwave are in the sale. Neither nor الفعل هنا بيتبع الثاني. الميكرويف مفرد يبقى is. The two t-shirts are too short. I won't buy neither of them. أنا مش هشتري أيا منهما يبقى either. لأن not مع either بتساوي neither. نروح مع بعض الـ 72 بيقول لي he showed us two houses. يعني ورانا بيتين but we didn't like neither of them. احنا قلنا النفي. خلاص النفي يبقى انت بتستخدم مع مين؟ بتستخدم مع either. لان النفي مع either يساوي neither. Smartphones are popular than the old ones. هنا مقارنة و popular صفة طويلة يبقى مفروض نقول more popular. اكثر شعبية. None the kids were excited on the trip. متحمسين للرحلة. خلي بالك هنا عندي فعل جمع. يبقى all the kids كل الأطفال. Both you leave or I will phone the police. أو أنا هتصل بالشرطة. يبقى either إما إن أنت تغادر or اسمها either or. I invited سعيد and وليد but either of them could come. محدش فيهم جاء يبقى but neither of them. She is clever student in the class. في الفصل كله يبقى الأمهر يبقى the cleverest. The elephant is large land animal in the world. في العالم كله يبقى the largest الأضخم. Neither عادل nor عمرو be in the club yesterday. الفعل يتبع الثاني. عمرو ياخد في المضارع is والماضي was. هنا yesterday يبقى was. Both وائل and طاهر be in yesterday's wedding. هنا both and الفعل جمع مع الماضي يبقى were. I like neither the red shirt or the blue one. Neither اسمها neither nor. The computer is expensive than the phone. أكثر غلاء من الفون يبقى more expensive. The blue dress is less expensive. The red dress يبقى المفروض نقول expensive than. Neither Ali or his parents are tall. يبقى اسمها neither nor. This coffee is delicious than the one I had yesterday. يعني لذيذة عن يبقى more delicious. Laptops are expensive than kettles. أغلى من الغلاية يبقى more expensive. She is singing beautifully than the other girls. أكثر جمالا صفة طويلة أو ظرف طويل يبقى more beautifully. Both أحمد نور سامي. نور يبقى معاها neither nor. لا ولا. None of they can solve. None of بيجي عليها ضمير مفعول من this مع none of them. I didn't buy this jacket or the coat. Either of them were too small. صغير جدا يبقى both of them كلاهما لأن هنا عندي فعل جمع.
None students passed the exam. It was very easy. كان سهل جدا. يبقى كل الطلبة اللي هي all students passed the exam. نروح لجزء اللي speaking 73-73. عايزين هنا عمر wants to buy a t-shirt. Hello, can I help you? ممكن أساعدك؟ نقط. يبقى طبعا قال له sure أو yes. عايز إيه هو؟ I want to buy a t-shirt. سأله سؤال قال له I'd like to buy a blue one. يبقى إيه اللون اللي أنت عايزه؟ يبقى what color would you like؟ What about this one? طب ايه رأيك في ده؟ Where can I try it on؟ ممكن اقيسه فين؟ يبقى ممكن يقول له It's great. It's nice. You can try it on this dressing room. في الغرفة ديت. نقط قال له It's 150. يبقى بكام؟ How much؟ فعل مساعد is. يبقى How much is it? Anything else؟ عايز حاجة تاني؟ هيقول له طبعا no thanks. نروح مع بعض بقى على 75-75 الديالوج، تمرين على الدرسين. فريدة وهدى are talking about shopping، بيتكلموا عن التسوق. Yesterday I went to the market. Not I went with my mother. السؤال اللي سألته لك قلت لي رحت مع ماما، يبقى رحت مع من؟ من يعني هو؟ ونشيل الأم. went فعل ماضي يبقى did. الاي تحول الى يو وانت هيرجع لاصله يبقى جو. يبقى هو ديد يو جو ويذ، رحت مع مين. وات ديد يو باي، اشتريت ايه. وات كولر از ذات كاربت، لونها ايه السجاده دي. يبقى اي بوت ا كاربت، لونها ايه. نقط قال له اوه ريد از ا وندرفول كولر، الاحمر جميل. يبقى اتس ريد. نقط It's 200 pounds. 200 جنيه. يبقى how much is it? Do you want to see it? تحب تشوفها؟ Not because I want to buy a carpet too. يبقى sure. طبعا because I want to buy a carpet. أو yes I want to see it. السؤال اللي بعده هنختار من traditional تقليدي greener مفيد للبيئة. green أخضر customer زبون store مخزن و tradition عادة. online shopping is not than in store shopping. يبقى online shopping is greener مفيد للبيئة أكثر من. and online not doesn't use the electricity. يبقى an online إيه بقى؟ ال online store، المتاجر ال online that a not store might use and doesn't require the not. يبقى طبعا هنا هنقول that a traditional store، مكان تقليدي. that it doesn't require the customer، مش لازم الزبون. to drive anywhere، items are often delivered، الحاجات بتتسلم. to several homes at once، so it causes less pollution، في التلوث قليل. نشوف بقى سؤال الاختيارات. means using computers، نستخدم الكمبيوتر or the internet to make something work better، عشان نخلي حاجة تشتغل أفضل. special مميز، smart ذكي، paid مدفوع، free مجاني. طبعا هنا هنقول smart. أمنية bought a cattle on a special offer، جابت غلاية بسعر مميز. this means she got a present، هدية discount تخفيض. price جائزة gift هدية طبعا discount. when we go to a we should ask for help from the assistant، نطلب من البياع يساعدنا. shopping discount survey a store، هنا مديك ايه لما نروح محل يبقى store، مينفعش اقولها shopping. Osama's family have a not TV، عندهم تلفزيون. they can now watch films from the internet، بيشوفوا عليها افلام من الانترنت. smart TV dark stupid small، عندهم تليفون تلفزيون ذكي اللي هو يعني حديث متصل بالانترنت اسمه smart TV. بعد كده بيقول لي the customers in the shop، الزباين ask for a discount، عايزين تخفيض. customer means زبون معناها cleaner، عامل نظافة. buyer مشتري، seller بائع، traveler مسافر. الزبون اللي هو المشتري اللي هو buyer.
It's normal to be happy when you succeed. طبيعي تبقى مبسوط لما تنجح. To get the adverb of normal. الظرف من normal. Add the suffix. Y-L-Y-E-R-O-R طبعا هنقول normally اللي هي بطريقة عادية. Neither of those necklaces be cheap. Neither of الفعل هنا مفرد يبقى هنقول is. We have the good headphones in the area. أفضل تليفونات اسمها the best. The Taj Mahal is famous than many other monuments in India. Famous صفة طويلة يبقى is more famous. وعندنا than. Neither Ali nor his friends school now. لما يكون جايب لي neither nor الفعل بيتبع الثاني. الأصدقاء جمع يبقى هنقول are لأن جملة مضارعة. This is the easy exam I have ever done. مديني زي يبقى the easiest exam. الامتحان الأسهل. بيقول لك اكتب عن الأونلاين شوبينج. وطبعا الدرس الأول والتاني كلهم بيتكلموا عن الأونلاين شوبينج. ودي آخر جزئية في الدرس الأول والتاني. بعد كده عندي هنا في lesson 3 and 4 big 83 بيقول لي when you the form الاستمارة please give it to the secretary. ده للسكرتيرة. turn off يعني يطفي. log in يعني سجل دخول. وفيل ان يعني يملاها. وفيل ويز يعني يملأ شيء بشيء. يبقى لما تملى الاستمارة اللي هي طبعا ايه fill in. I like your clothing. You look really smart. انت يعني نزيه جدا. frame اطار. farm مزرعة. quantity كمية. style الستايل بتاعك في اللبس. الطريقة طبعا هي style. there is an old desk in front of the window. قدام الشباك. wooden مكتب خشبي. woolen صوفي. golden ذهبي. woven موج طبعا يبقى wooden اللي هو الخشبي. could you in the electric kettle الغلاية الكهربائية please I want to boil some water. turn in plug in log in charge طبعا يوصل بالكهرباء اسمها plug in. today is an exciting day يوم رائع because we are going to the park. رايحين البارك. the antonym of exciting عكس كلمة شيق أو مثير. interesting دي تساويها. boring ممل. surprising مدهش. amazing رائع يبقى boring. let's color this picture هنلون الصورة دي. to get the adjective of color add the suffix نضيف ايه الكالر في الآخر. i o n e n i n g f u l طبعا colorful اللي هي ملون. it's getting dark الدنيا مظلمة. let's switch on the light هننور النور. the synonym of switch on مرادف يشغل. turn on turn off يطفي. fill in يملى استمارة. log in يسجل دخول يبقى turn on. the laptop doesn't start اللابتوب مش هادي يشتغل. then it needs 3 hours to run the battery 3 ساعات عشان نشحن بقى. charge يشحن. sell يبيع. log يدخل. plug يوصل بالكهرباء يبقى charge. such as woven baskets سلات صوف and other items are on display. instructions handicrafts batteries styles طبعا الحرف اليدوية اللي handicrafts. the skin of babies is really جلد الرضع soft بيبقى ناعم جدا. hard يعني صلب أقلي قبيح. rough خشن طبعا بيبقى soft. you are an amazing art keep drawing beautiful pictures. art in the flow ICT ANTALING تبقى artist يعني artist يعني انت فنان رائع. do you know how to log in the computer تعرف تسجل دخول على الكمبيوتر. log in is similar يسجل دخول زي log out دي يسجل خروج. sign out خروج برضو. sign in يسجل دخول. turn off يطفي طبعا يبقى sign in. it's important to update your every 3 months at least كل 3 شهور. leave ورقة شجر. password كلمة السر. shell صدفة. battery البطارية طبعا يبقى password. to get the noun of congratulate add the suffix نضيف ايه congratulate في الاخر. l-e-s-s-i-o-n-f-u-l-i-s-t طبعا congratulations. we need to our house for the birthday party. decorate نزين. charge يشحن. imagine يتخيل. complete يكمل. يبقى we need to decorate احنا محتاجين نزين المنزل. time to practice بقى
عندي هنا بيقول لي bags حقائب shells اللي هي الصدفة better أفضل artist فنانين carpet سجاد best الأفضل Egyptian handicrafts are very famous around the world مشهورة في العالم كله Egyptian not make different beautiful things Egyptian mean Egyptian طبعا artists الفنانين they make jewelry boxes صناديق خشب من المجوهرات decorated with not مزينة بالإيه مزينة بالشيلز عليها صدف من بره they also make high quality leather نقط بيعملوا حقائب جلد من ايه حقائب من الجلد يعني عالية الجودة these products are the not quality all over the world الافضل في العالم يبقى the best مش حاجة اسمها the better اسمها the best a lot of people everywhere are interested in buying them ناس كتيرة بتبقى مهتمية بشراء هذه الاشياء to turn off means working turn off معناها ان انت play have start stop turn off يطفي بقى stop working we add the suffix to turn the verb what into an adjective ايه اللي ينفع نضيفه في نهاية كلمة what enlyinful طبعا wooden اللي هي معناها خشبي they put a colorful paper ورق ملون and the balloons on the walls على الحوائط زي نقط the walls decorated زينه painted لونه charged شحنة imagined تخيل طبعا يبقى they decorated يعني زينه he switched on the mobile شغل التليفون this means he on the mobile turned on lost broke on bought اشترى يبقى switched on the mobile شغل التليفون يبقى هو عمل له ايه يبقى عمل له turned on لان switch on بتساوي turn on are objects made by a person حاجات مصنوعة عن طريق شخص in a traditional way بطريقة تقليدية such as baskets bowl زي الباسكت والإناء shells صدفة password كلمة السر handicrafts الحرف اليدوية changes تغييرات طبعا handicrafts اللي هي الحرف اليدوية my class did research about our community needs الفصل عمل بحث عن الاحتياجات الاجتماعية the results were really amazing النتائج كانت amazing To correct the underlined word, add the suffix ing, ant, ed, ness. كلمة amaze أنا ممكن أقول amazing وممكن أقول amazed. Amazed لو مشاعر شخص. إنما هنا بقول لك النتائج يبقى النتائج كانت amazing. إنما لو أنا أتكلم عن مشاعر أقول I am amazed. The computer is not working مش راضي يشتغل. Is it not in? Plugged. هل هو متوصل بالكهرباء؟ Passed ينجح. Look دي سجل دخول planted يزرع طبعا plugged in The word exciting had the same meaning as شيق أو مثير زي بالظبط كلمة boring ممل worrying colic terrible سيء أو فظيع interesting اللي هي معناها شيق The suffix forms an adjective of the word tradition اللي ينفع ينضاف لtradition في الآخر L-E-A-L-L-Y-A-B-L-E عندنا traditional اللي هي تقليدي You must fill in this form. لازم تملي الاستمارة. This means that you must not it. Compare, يقارن, compete, ينافس, repeat. تكررها, complete, تكملها. Fill in يعني تملاها. يعني complete تكملها. The coach instructed the players. أمر اللعيبة to follow his tactics seriously. يتبعوا التعليمات. We can change the verb instruct into a noun by adding the suffix. اللي ينفع ينضاف لinstruct. A-T-I-O-N. I O N M E N T I T Y عندنا كلمة اسمها instruction اللي هي تعليمات. Sending letters is means of communication. إرسال الخطابات يعتبر up to date, online, modern, traditional. إرسال الخطابات ده يعتبر حاجة قديمة جدا يبقى outdated أو traditional. Traditional يعني شيء تقليدي جدا وعاف عليه الزمن يعني. بعد كده عندي 87 جزء الجرامر الماضي البسيط والماضي المستمر Last year I spent my holiday in Hurghada Last year ماضي بسيط الماضي من spent بكل بساطة He painting a beautiful picture last week ماضي الماضي من paint painted Who did you met at the park yesterday ماضي did محتاجة infinitive مصدر من met meet عادل
not when the tennis competition last week الأسبوع الماضي. الماضي بيتنفى ب didn't يبقى didn't win. they be late for school yesterday. yesterday ماضي. الماضي من be was where. ازاي تاخد where. they built a sandcastle at the beach and play in the waves. كانوا بيلعبوا في الأمواج. هنا and لازم الزمن قبلها يبقى زي بعدها. built ماضي يبقى عايزين الماضي من play اللي هو played. they didn't enjoying their time at the cinema. didn't محتاجة مصدر يبقى they didn't enjoy. last year I be not a good swimmer. last year ماضي. الماضي من be was where. الاي تاخد was. طب هو عايز نفي. verb to be بيتنفى ب not. I wasn't. what did you decided for years ago. عندك did يبقى عايزين مصدر من decide اللي هو decide يقرر. did he stopped in front of the sports center. did محتاجة مصدر يبقى stop. my parents be at the hospital yesterday because my mom didn't feel well. الماضي من be ya was ya were. my parents جامع يبقى were. we have ice cream last dinner. last ماضي. الماضي من have had. my cousins and I went to the mall and buy a lot of things. عندك and قبلها ماضي يبقى بعدها ماضي. الماضي من buy bought. كمال not invited his cousins to his wedding last month. يبقى لم يدعو يبقى didn't invite. بعد كده بيقول لي was your brother study all the lessons last week. هنا last ماضي. your brother عندك study مصدر. طب طالما عندك مصدر ما ينفعش was where. تسأل ب did. my father want to be a champion when he was young. when he was young ماضي. الماضي من want wanted. last year I not visit Alexandria. last year ماضي. الماضي بيتنفى ب didn't طالما عندنا فعل في المصدر اللي هو visit. I got a visa and fly to London last Friday. last ماضي. got ماضي يبقى الماضي من fly flew. we finished our science project last week. last ماضي. الماضي من finish finished. كل ده على الماضي البسيط خلي بالكم. Christopher Columbus arrived in America in 1492. تاريخ ماضي خالص. الماضي من arrive arrived. نروح بقى مع بعض البيج 90 صفحة 90 على الباست كونتينيوس. the baby sleep peacefully yesterday evening. yesterday ماضي بسيط بس بالليل يبقى حد دلوقتي يبقى عايز ماضي مستمر يبقى was sleeping كان نايم. we eating ice cream at 7 yesterday. yesterday ماضي بس محدد الوقت يبقى where eating وقت معين. be your mom and dad cooking dinner yesterday evening. be يبقى was where. الأم والأب جامع يبقى where. my sister listened to music while I was playing video games. انا بلعب فيديو جيمز واختي بتسمع موسيقى الاتنين في نفس الوقت يبقى اختي was listening. مفيش حاجة اثرت على حاجة خلاص يبقى الاتنين ماضي مستمر في نفس الوقت. we work hard all day yesterday طول اليوم وقت معين يبقى we were working كنا نعمل. they weren't watching TV ما كانوش بيشوف التلفزيون. when I not enter the room لما انا دخلت الغرفة. وين بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى entered. what you were doing at the park yesterday المفروض الفعل المساعد في الاول يبقى what were you doing ماضي مستمر. Sammy was driving home as he saw a terrible accident. مين اللي بيجي بعدها ماضي بسيط when انما as و just as while لا. while I was studying وانا بذاكر my mom makes lunch. انا بذاكر وماما بتعمل lunch يبقى الاتنين شغالين في نفس الوقت مفيش حاجة اثرت على حاجة يبقى هنا هنقول ايه was making. I was riding my bike while I saw a big dog. ادي هنا saw
ده برضو ماضي بسيط يبقى when. What were you doing when I phoned you؟ when بيجي بعدها ماضي بسيط، حدث كان شغال وحدث قصير phoned. While I took a pause the telephone rang. While بيجي بعدها ماضي مستمر يبقى while I was taking، وانا باخد دش. As I study my cat went into my room. As ماضي مستمر يبقى was studying. While play football I hurt my leg. While مفيش فاعل يبقى I نجي على طول playing. While we sleep the doorbell rang. While ماضي مستمر ال we هتاخد where وادي sleep هتبقى sleeping. While Amal read أسماء cold hair نفس النظام was reading. While my mom was cooking I cleaned the house. ماما بتطهي الطعام وأنا بنظف، مفيش حاجة قطعت حاجة يبقى was cleaning. They playing tennis when we got there. كانوا بيلعبوا يبقى they were playing، الحدث كان شغال. While أحمد do his homework the telephone rang. While ماضي مستمر يبقى أحمد was doing. As I watch TV the light went out. As ماضي مستمر يبقى as I was watching، بينما أنا أشاهد التلفزيون النور قطع. بعد كده نروح ل 91 91. My sister go to the mall yesterday. yesterday بالأمس، الماضي من go went. My friends didn't swim in the swimming pool. didn't بيجي بعدها المصدر يبقى didn't swim. I saw my friend in the park while he read a book. while ماضي مستمر يبقى while he was reading، هو بيقرأ. She studied for her exam when her dad came home. لما باباها جه يبقى كانت بتذاكر يبقى was studying. While we were playing الحدث كان شغال. Our mother do the shopping، ماما كانت بتعمل الشوبينج يبقى الاتنين كانوا شغالين was doing. She played the piano when she saw or when she was younger، وهي صغيرة كانت بتعزف البيانو يبقى ده ماضي، عادة في الماضي هو played. While Maha watched TV she slept، وهي بتشوف التلفزيون. while ماضي مستمر يبقى was watching. While I was reading a book I hear a loud noise، سمعت ضوضاء يبقى أتوقف عن القراءة، الماضي من hear heard بإضافة دي على طول. بعد كده عندي هنا he used to read a book in bed before he go to sleep، قبل ما يروح ينام يبقى before بيجي بعدها ماضي بسيط went. While I was sleeping my sister played the piano، وانا نايم اختي بتعزف على البيانو يبقى my sister was playing. She studied for the test last night. last night ماضي يبقى she studied. What you do yesterday. yesterday ماضي يبقى what did you do. It rained all day yesterday. yesterday ماضي بس all day يبقى الحدث مستمر يبقى it was raining. She cooked dinner when I arrived. لما وصلت كانت بتطهي، حدث كان شغال يبقى she was cooking. While my father walked to work it got dark. وهو ماشي على الشغل يبقى was walking. She was singing in the shower. كانت بتغني when the phone rang. لما التليفون رن يبقى rang. While we play football it got dark. يبقى we're playing. I study my lesson when my father returned home. يبقى كنت بذاكر يبقى was studying. While asleep I had a terrible dream. أثناء النوم يبقى while sleeping.
We see a beautiful sunset at the beach last weekend. الأجازة اللي فاتت. الماضي من see so لأن ده كده ماضي بسيط. نروح مع بعض ال 93 93. Best أفضل. Earn يكسب. Products منتجات. Quality جودة. Beat يهزم. Better أفضل. The handicraft business is famous all over the world. This helps a lot of people to not money. ساعد الناس تكسب فلوس يبقى earn money. Tourists like to buy Egyptian. الناس بتحب تشتري Egyptian نقط يبقى Egyptian products المنتجات المصرية. When they visit Egypt they admire the lot of such things. بيعجبوا بليه بالجودة اللي هي الكواليتي. They think they are نقط زين in souvenirs. شايفين ان هي they are نقط زين. Best than ولا better than؟ طبعا better than يعني افضل من. هنشوف بقى القطعة مع بعض. دي كده الفقرة الاولى. دي الفقرة التانية. ودي الفقرة التالتة. قدامها كده مسافة. Egyptian handicrafts الحرف المصرية are beautiful things. اشياء جميلة that people make with their hands. بيصنعوها بايديهم. They have been making handicrafts in Egypt for thousands of years. من الاف السنين. One famous handicraft is called pottery. احد اهم هذه الحرف صناعة الأواني الفخارية. It's made by shaping clay. يحولوا الصلصال into different shapes like cups زي الكوبايات, plates and bowls والأواني. The Egyptian paint الفن المصري these أو الديانات المصرية these pieces with bright colors ألوان زي هي. They use them for eating ناكل فيها, drinking نشرب, or as a decoration كتزيينات in their homes. Another special one is making a beautiful carpet السجاد اللي على الأرض الجميل. They have many designs في تصميمات كتيرة. These carpets are soft بتبقى ناعمة to walk on. The Egyptians also make pretty jewelry مجوهرات جميلة. They use different materials like gold استخدموا حاجات مختلفة زي الدهب and stones والحجارة. They make necklaces بيعملوا عقد and earrings اللي هو الحلقة. These Egyptian handicrafts are loved all over the world العالم كله بيحبها. They tell us about the ancient Egyptians بتقول لنا الكثير عن المصريين القدماء and their amazing culture. والculture يعني الثقافة الرائعة. So next time you see a beautiful piece of pottery لما تشوف حاجة جميلة, a colorful carpet سجادة ملونة, or a piece of jewelry أو مجوهرات, remember that it's a special object دايما تذكر ان ده شيء مميز made by clever hands in Egypt صنع بواسطة يد مصرية عظيمة. The main idea of the passage العنوان الرئيسي للقطعة industry الصناعة technology handicrafts jewelry طبعا بتتكلم عن الحرف اليدوية. The underlined word pretty means يعني ايه pretty؟ costly مكلف, expensive غالي, ordinary عادي, pretty جميل, beautiful جميل يبقى beautiful. Jewelry can be made by using المجوهرات بتتعمل عن طريق استخدام الجولد, clay, stones, AOC يبقى المجوهرات بتصنع عن طريق الجولد او الستونز. Infer يعني استنتج. How many handicrafts are in the text؟ كم عدد الهانديكرافتس الموجودة في التكست؟ هم ذكروا 3 3. Summarize يعني لخص. The last paragraph in one sentence. فين اللاست paragraph اللي هو these Egyptian handicrafts؟ لو مش هتعرف تلخص فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد السطر الأولاني في آخر فقرة. Egyptian handicrafts are loved all over the world ونكتبها في رقم 5. عايزين بقى نكتب بطريقتنا, ممكن نقول Egyptian handicrafts are special يعني ايه special؟ special art فن مميز. Do you think Egyptian handicrafts will end over the years؟ هل هتنتهي؟ هيجي يوم الحرف المصرية دي تنتهي؟ Why؟ Why not؟ أكيد هنقول no because it's our culture لأنها تعتبر جزء من إيه؟ من ثقافتنا. تعال نشوف الاختيارات. While I was doing my homework وأنا بعمل الواجب the computer sudden turn it off طفى فجأة. The correct to correct the underlined word at the suffix. عايزين بقى كلمة فجأة نضيف ايه ال sudden؟ lyingerred كلمة فجأة طبعا اسمها suddenly.
بعد كده بيقول لي two نقط is to put electricity into something such as a phone، تضع الكهرباء في حاجة زي التليفون. يبقى انت كده fill يملأ، decorate يزين، change يغير، charge يشحن. يبقى انت كده عملت charge. I bought a new for the flashlight، انا اشتريت batteries شاح بطاريات، changes password styles، يبقى انا جبت batteries بطاريات للفلاش. A knot is a word that you type to log into a computer، كلمة عشان ندخل على الكمبيوتر اسمها password، keyboard، letter، mouse، طبعا كلمة السر password. حاتم has a strange way to study، عنده طريقة غريبة في المذاكرة. I don't like his، أنا مش عاجبني الستايل، style، form، password، مش عاجبني طريقته اللي هو الستايل بتاعه. The film was amazing، الفيلم كان رائع. I like it. The antonym of amazing، عكس رائع. Colorless، bright، surprising، ordinary، يبقى الفيلم كان رائع. عكس كلمة رائع ordinary اللي هي شيء عادي. When I opened the door، لما فتحت الباب it raining، يبقى كانت بتمطر، المطرة كانت شغالة، يبقى it was raining. He heard a loud noise while he was talking to his friend، هو بيتكلم مع صديقه، أدوار الماضي مستمر، يبقى he heard. While Rana was riding her bike she fell off، وهي راكبة سقطت، يبقى حدث قصير الماضي من fall fell. She read the newspaper last night، last night ماضي بسيط، الماضي من reads هو read. What were you doing when I phoned you، when بيجي بعدها ماضي بسيط، يبقى when I phoned you. بيقول لك هنا اكتب عن ال problem with your laptop، مشكلة اللي في اللابتوب، والموضوع ده موجود عندك في موضوعات جيم في نفس الدرس الثالث والرابع. وصلنا مع بعض lesson 5 and 6، الدرس الخامس والسادس في كتاب جيم تالت اعدادي وحدتنا التانية. delivery تسليم online يعني على الانترنت، كان يقدر ايبل discount تخفيض account حساب. I read a nice advertisement yesterday، قريت اعلان رائع. it was about not shopping، عن الاونلاين شوبينج. we not buy what we want and the not is free، يبقى we not buy، يبقى احنا نقدر نشتري، يبقى we can، لان ايبل لازم قدامها اما واذا ورا was aware. and the not is free، اللي free اللي مجاني، الدليفري التوصيل مجاني. besides بالاضافه كده، we can replace or return the item، نستبدل او نرجع الحاجه if we don't like it، لو مش حابينها. at the same time we can benefit from the available، ونقدر نستفيد من الavailable ايه، تخفيض اللي هو discount. بعد كده عندي بقى اختيارات. it's great to see you always have not ideas، من الرائع ان دايما اشوفك عندك افكار negative سلبيه. positive ايجابيه، noisy مزعج، horrible سيء، طبعا يبقى positive. I can't wait to try your delicious cake، أنا مش قادر لا أطيق الانتظار وأشوق وأطول الكيكة إيه، أو أدوق الكيكة الرائعة دي. The antonym of delicious، عكس لذيذ، horrible سيء، tasty جميل، جلات سعيد، attractive جذاب، يبقى horrible. To get the noun of express at the suffix، نضيف إيه الإكسبريس في الآخر، y-e-r-i-s-t-i-o-n، عندنا كلمة تعبير اللي هي expression. مازن isn't here at the moment، مازن مش هنا. Could you not later، ممكن تكلمه بعدين. call back، chat، تدردش. order، يأمر. send back، يعيد إرسال، يتصل، اسمها call back. the drums، الطبلة، made a loud noise، عملت صوت عالي. to form the adjective of noise we add، اللي ينفع نضيفه الكلمة ضوضاء noise، I-O-N I-F-U-L-I-N-G، عندنا طبعا كلمة noise. The laptop I ordered online was broken، اللابتوب كان مكسور، so I made a complaint، شكوى، deal، اتفاقية، letter، خطاب، shop، محل، عملت complaint يعني شكوى. Let's give grandma a special for her birthday، دعنا نعطي لجدتي special order، complaint، apology، present، apology يعني اعتذار، وpresent يعني هدية، يبقى نديها هدية. To find out more، لاكتشاف المزيد، visit our not، we have many goods online، عندنا بضاعة كتير online. site،
يعني منظر أو رؤية، أوفيس مكتب، كومباني شركة، ويب سايت موقع إلكتروني، يبقى زور الموقع الإلكتروني. The table is broken، الترابيزة مكسورة، so we should repair it، لازم نصلحها. To get the opposite of broken add the prefix، عكس مكسور، un dis en m، طبعا broken عكسها unbroken. The main color of the painting is blue، اللون الرئيسي، من يعني أساسي أو رئيسي، هو اللون الأزرق. Main is similar in meaning، main شبه كلمة essential، ضروري، damaged متدمر، noisy مزعج، جلاد سعيد، يبقى essential اللي هي برضو معناها ضروري أو رئيسي وتساوي important. نروح بقى ل 102 عندنا المحادثة ال dialogue. مازن is making a complaint، مازن بيعمل شكوى. Hello, how can I help you؟ Not a complaint، شكوى. يبقى قال ايه مازن؟ قال I want to make a complaint. Not I want to change the new television، عايز اغير التلفزيون. يبقى what is the problem or what's wrong، ما الامر؟ Why do you want to change it، انت ليه عايز تغيره؟ Not I bought it last week، ممكن نقول مثلا because it's broken، لأنه مكسور. اشتريته الأسبوع الماضي يبقى مات، when bought فعل ماضي يبقى did، والآي تحول إلى you يبقى when did you buy it. Do you have the receipt، عندك معاك الفاتورة to change it عشان تغيره؟ ممكن أقول yes I do. نروح مع بعض ال 103 dialogue. Maryam is making a complaint، بتعمل شكوى، about a kettle، غلاية that she has bought. Hello, can I speak to the manager، ممكن أكلم المدير؟ Yes of course. Not I have bought a kettle and I want to make a complaint، يبقى ما الأمر؟ What is the matter، قال لها عايز أبدل الغلاية، عايز أعمل شكوى. Not it doesn't work well، لا تعمل جيدا، يبقى ما الأمر فيها؟ What's wrong، ممكن أقول له with it. Did you read the instructions leaflet well، هل قريت الكتيب اللي جاي معاها؟ نقط. Why sorry give me، يبقى طبعا ممكن أقول هنا no I didn't، لا ما قريتش. لماذا؟ ليه ما قريتش مثلا؟ نقول أي سبب، مثلا ممكن أقول because I didn't receive، أنا ما وصلنيش the instructions leaflet، اللي هو كتيب التعليمات ده. Sorry give me your email and I'll send you the instructions leaflet، اديني البيانات وأنا هبعتهولك. يبقى thank you أو thanks for your help. السؤال التاني هنختار عندنا with و for، حروف جر present هدية، wasn't didn't horrible. I surprised my parents، فاجأت الوالدين، with a special not microwave، special إيه بقى؟ present هدية عبارة عن microwave. I thought they would love it، كنت فاكر إن يحبوها، but they weren't very happy، not it، ما كانوش مبسوطين بيها، يبقى with it. بعد كده بيقول لي it looked so nice in the kitchen، جميلة في المطبخ، and it came really fast، but when they tried to use it، لما جم يستخدموها، the food not cooked well at all، الطعام ما كانش كويس، يبقى wasn't cooked well. It turned out to be not، يبقى it turned out to be horrible، سيئة جدا. So I decided to return it for a better one، قررت ارجعها عشان اجيب واحدة جديدة. بعد كده عندي هنا بيقول لي our an is a message that you send electronically، رسالة بنبعتها الكترونية، website موقع، order طلب، email بريد الكتروني، blog مدونة، طبعا ده الايميل. When a customer asks someone to send something for them،
لما الزبون يطلب حاجة تتبعت له يبقى زي نوت سامسينج، انسر يرد، بلاج يوصل بالكهرباء، فيل يملأ اوردر، يبقى هو كده عمل اوردر. The tea tasted horrible، الشاي طعم وحش جدا. Horrible is synonym، مرادفة الكلمة terrible، terrific، pleasant، delicious. Terrible horrible يعني سيء، تساوي terrible يعني فظيع. My mother is a good cook، ماما طباخة جيدة. She cooks food delicious، بتعمل طعام لذيذ. Nasty كريه، bad سيء، ugly قبيح، يبقى delicious. We usually use the toast to heat our bread، نسخن الخبز. To correct the underlined word add the suffix، كلمة toast نضيف لها ed، I-N-G-O-R-E-R طبعا توستر اللي هي المحمصة اللي بيتعمل فيها العيش. Worried is to relax، ايه العلاقة بين worried و relaxed؟ عكس بعض. As not too attractive، عايزين كلمة بقى عكس جذاب. Anxious قلق، horrible سيء، glad سعيد، tasty مذاقه جيد، يبقى سيء اللي هي horrible. بعد كده بيقول لي both of my friends advise me to read this book، احنا قلنا both of بيجي بعدها جمع يعني مع الجمع الفعلي بدون اي اضافة، فالمفروض اقول advice. Elephants are biggest than lions، هنا الفيل والاسد يبقى المفروض اضخم مني، يبقى المفروض يقول bigger مش biggest. None of the books on the shelf isn't mine، none of the books، لا احد من الكتب الموجودة هي none اصلا تفيد النفي، is mine مش isn't. How did the boy finish his homework on time؟ عندي did يبقى محتاجين مصدر من finished اللي هو finish. Who were you play with in your room؟ عندي where يبقى محتاجين was a where زائد ال ing يبقى playing. كده بيقول لك اكتب عن the best and the worst items of technology in your house، مزايا وعيوب الأجهزة اللي موجودة عندك في المنزل. نروح بقى مع بعض ال 105 أسئلة لونج مان dialogue. I am telling Tahir about a problem with her laptop. Hi, how can I help you? Not your laptop. يبقى أنا عندي مشكلة في اللابتوب، يبقى my laptop isn't working. اللابتوب بتاعي مش شغال. It's very new. إنه جديد جدا. Not it turned off suddenly. طفى مرة واحدة. يبقى ما المشكلة. What is the problem? Now I can't log in، مش راضي يسجل دخول. And I think I lost my stored files، حاسس ان الملفات ضاعت. Was the laptop plugged in؟ طب هل هو متوصل دلوقتي؟ Not I was charging the battery، يبقى ممكن اقول yes it was، ايوه متوصل. Not yes I turned it on again، ايوه شغلته، يبقى نشيل yes و turned اجيب منه ماضي بقى did وال I تحول الي ويبقى did you turn it on again، ممكن تشغليه تاني او شغلتيه تاني. But then it said my password was wrong، حاولت وقال الباسورد غلط. Wrong password don't worry I'll show not. Thanks a lot I'll follow your instructions to restore my password، يبقى انا هعلمك ايه I'll show مثلا you how، انا هعلمك ازاي مثلا restore تستعيدي هي مكتوبة your password. السؤال التاني deals cheapest smart cheaper dolls price. Last week we went to a big shopping center، مركز تسوق كبير. We wanted to buy a new TV، كنا عايزين نجيب smart TV. We were lucky because we had lots of، لان احنا كان عندنا او كان في هناك lots of صفقات كتير بقى وعروض deals. We were pleased to get a nice TV at a good، بسعر جيد good price. It's the not smart TV we have ever bought، طالما جاب لي زي يبقى صفة اي سي تي يبقى cheapest الارخص. Technology none all assistant مساعد برايس جايزة برايس سعر. Yesterday I went to a nearby mall، رحت مول قريب. To buy a digital camera، اجيب كاميرا digital. The shop not showed me three models، يبقى البياع اللي هناك shop assistant. But not of them was smart، all of them ولا none of them هنا was مفرد، يبقى none هي اللي بتاخد مفرد.
إنما لو قلنا all بيجي بعدها جمع، تمام؟ يبقى هنا هنروح لمين على طول؟ هنروح ل none. بعد كده قال لي I walked around and found one that seemed appropriate. حسيت إن ده مناسب. I was pleased because it was a reasonable، يعني معقول برايس، كان سعر كويس. And up to the latest، وعلى أحدث technology. شوف الاختيارات. Our an is a container، حاوية or device، جهاز in which water is boiled، المية بتتغلي جواه. كاتل الغلاية، فان المروحة، oven الفرن، فريج الثلاجة، يبقى كاتل. She usually assists us in times of need، بتساعدنا في وقت الحاجة. To get the noun of assist، add the suffix، إيه اللي ينفع ينضاف لأسيست؟ NSS، ANT، MNT، OR، طبعا assistant اللي هي مساعد. بعد كده عندي بيقول لي I'll turn on the computer to do the research، هشغل الكمبيوتر عشان اعمل بحث. turn on here means، يعني ايه turn on؟ stop يوقف، start يبدأ، disconnect يقفل، contact يتصل، طبعا يبقى start. my mobile is empty، I need to recharge، عايز اشحنه. my mobile screen، الشاشة، charger الشاحن، battery البطارية، software البرنامج، يبقى my mobile battery. I'm proud that the Egyptian cotton clothes are the best، انا مبسوط ان القطن المصري best amount، كمية، number، رقم، quality، جودة، quantity، كمية، احسن quality. both TVs have a big، I'm going to buy one of them، التلفزيونين نقط، انا هجيب واحد. sale amount discount، deal عليهم big A discount. there is a grand at the shopping center، let's go there. في جراند ايه؟ سيل، يبيع، سيل خلية، سيل يبحر، سيل عرض، يبقى في سيل كبير، يبقى جراند سيل. شوف بقى الكوريكت. neither my parents encouraged me to depend on myself، ان انا اعتمد على نفسي. my parents encouraged، encourage كده جمع، طب neither مش هينفع يجي بعدها جمع، يبقى اقول both my parents. he doesn't have any leg injuries، either are physically fit، الاتنين fit برضو جمع هنا، يبقى both. no question was difficult، I answered none of them، انا جاوبت على all of them، كلهم. neither of these TVs are smart، neither of بيجي بعدها مفرد، يبقى is. why do you go to school yesterday، because I was ill، يسترداي ماضي، انا عيان، يبقى ما راحش هنا، يبقى why didn't you go to school yesterday، لماذا لم تذهب؟ because I was ill. she was waiting impatiently while the plane landed، هنا landed ماضي، يبقى نستخدم when اللي بيجي بعدها ماضي. you gave two quick answers، did اجابتين بسرعة، don't worry each are correct، كلاهما مظبوط، جمع يبقى both. I don't know where Rami is، he is both in the office or at home، طالما جاب لك or يبقى either أو either. I'm sure you are lucky than me، than يبقى luckier، دي مقارنة من الدرجة التانية. what is the bad situation you have ever faced، واجهته في حياتك في ده، bad صفة شاذة، يبقى what is the worst. neither the smart TV nor the large TV suit the customer، يلني لازم او ملائم للزبون، ادي نور، الفعل بيتبع الفعل الثاني، TV مفرد، يبقى suits. نروح بقى مع بعض دلوقتي 107، اختبار كامل بقى على unit 2. dialogue، اسامة is calling an electronic shop، محل الكترونيات، to make a complaint. can I help you، هل يمكنني مساعدتك؟ اكيد هقول yes. I want to make a complaint. oh dear، not I ordered a microwave from your website but it hasn't arrived yet. الاوردر ما وصلش، يبقى هتقول له what's wrong. not I made the order 3 weeks ago، من 3 اسابيع انا عامله، يبقى متى؟ when.
ميد فعل ماضي يبقى هنقول ديد، والاي تحول الى يو، يبقى وين ديد يو وميد هترجع لاصلها ميك، يبقى وين ديد يو ميك ذا اوردر. نقط اوكي اي ام اسامه اند ذا اوردر نمبر از، يبقى عايزه اسمه ورقم تليفونه، يبقى كان اي هاف، ممكن تديني يور نيم and the order number. I'll call the delivery company to know the problem. Then I'll call you back. هنتصل عليك تاني. يبقى شكرا طبعا. Thank you. السؤال التاني بيقول لي website موقع إلكتروني was delivery had good discount. Last month I bought a cattle from an online not من اونلاين ايه؟ من اونلاين ويب سايت، موقع على الانترنت. I waited for 3 weeks for 3 اسابيع علشان يعملوا لي الدليفري. When the cattle arrived it not broken، كانت مكسوره مبنيه المجهول يبقى it was broken. I made a complaint to send it back and get another one. They sent me a cattle and took the broken one. يبقى بعتولي a good، بعتولي واحدة كويسة وخدوا المكسورة. تعال نشوف بقى القطعة. خلي بالك هنا في مسافة يبقى دي الفقرة الأولى، في مسافة يبقى دي الفقرة التانية. خلاص هما فقرتين بس عشان لو سألك قالك الفقرة الأولى أو الفقرة التانية. أول حاجة عندنا بيقولي buying and selling are part of everyday activities، البيع والشراء جزء من الايه؟ جزء من الأنشطة اليومية. People used to do this a long time ago، من زمان والناس بتتاجر. But shopping habits have changed a lot، عادات التسوق اتغيرت خالص. In the past في الماضي you could deal directly with a person، تتعامل مباشرة مع الشخص. These days there is a new concept، في مفهوم جديد of shopping called online shopping، التسوق الإلكتروني. Many people love to shop online which has many advantages، له مزايا كتير. Saves time and effort، بيوفر الوقت والجهد. You can buy what you want anything without moving، تقدر تشتري اللي انت عايزه من غير ما تتحرك من مكانك. So I decided to buy online، قررت اشتري online. I ordered a microwave، طلبت microwave as a present for my mother on her birthday، لماما في عيد ميلادها. الفقرة التانية. After 2 days بعد يومين the delivery arrived، الاوردر وصل at my house and I opened the box to put a new microwave in the kitchen، عشان احطه في المطبخ. My mother was very happy with it، ماما كانت مبسوطة because it was great، كان جميل جدا. And I looked good in her kitchen، شكله جميل في المطبخ. And it was easy to use، وسهل في الاستخدام. It also made really delicious meals، وكان بيساعد في الوجبات اللذيذة. The delivery was quick too، والتوصيل كان سريع. The main idea of the passage، لو هنضع عنوان للقطعة دي. Shopping in the mall، التسوق في المول. Shopping online، birthday party، buying a microwave، طبعا shopping online. The writer bought for his mother a، جاب لمامته toaster، kettle، microwave، coffee machine، الكاتب جاب لمامته microwave. Online shopping is useful because، مفيد ليه؟ Expensive، غالي. takes a long time، بياخد فترة طويلة. costs much money، بيتكلف كتير. saves time، بيوفر الوقت. and effort، والمجهود، بيوفر الوقت والمجهود. what does the underlying pronoun I refers to، الكاتب بيتكلم نفسه بيقول I، يبقى the writer، هو مش جايب اسمه خلاص. do you think the writer's mother was happy، هل أم الكاتب كانت مبسوطة؟ why، ولماذا؟ طبعا الجزء الأولاني هنقول yes، هي كانت مبسوطة. ليه؟ because. ونبدأ بقى نمدح في الميكروويف، نرجع كده تاني ونشوف الايه، ونشوف الميكروويف كان عامل ايه او الكاتب قال عليه ايه. الميكروويف اول حاجة قال، هنكتب because it was great، الميكروويف كان رائع. and looked good in her kitchen، وكان شكله جميل ايه في المطبخ. and it was easy to use، وكان سهل في الاستخدام. and it's also made really delicious meals، وعمل وجبات لذيذة. يبقى ده السؤال رقم 5، هل الأم كانت مبسوطة؟ اه كانت مبسوطة. summarize the second paragraph of the text، لخص الباراجراف التاني.
اللي هو بتاع الأم بقى، يبقى many people ناس كتيرة، مثلا love online shopping في ناس كتيرة بتحب التسوق الإلكتروني. ليه؟ because it saves لأنه يوفر time and effort بيوفر الوقت والإيه والمجهود. اختيارات 6 جمل: our and is used for keeping food fresh يحافظ على الطعام طازة، كاتل غلاية، فان اوفن الفريج يحافظ على الطعام، يبقى التلاجة. أحمد is a smart boy ذكي. smart means bad سيء، terrible سيء، sad حزين، intelligent يعني ذكي. I my laptop battery a short time ago من فترة قصيرة. جسد خمنة، dropped أسقط، imagined تخيل، charged البطارية بنعمل لها charged يعني يشحن. students should الطلبة، their school rules rules يعني قواعد مدرسية. they should behave according to them وbehave يعني يتصرف طبقا لها. يبقى الطلبة يعملوا ايه للقواعد؟ ignore يتجاهل، draw يرسم، follow يتبع، guess يخمن، يبقى follow لازم نتبع القواعد. The opposite of anxious is anxious يعني قلق. عكس قلقان ايه؟ aware واعي، careful حريص، relaxed هادي، worried قلق، يبقى relaxed. إيمان was happy when she lost the final match لما خسرت المباراة النهائية، يبقى كانت happy أكيد لا. unhappy ولا am happy ولا dis happy ولا in happy؟ لا طبعا كانت unhappy يعني غير سعيدة. correct while was watching TV I felt a severe headache شعرت ب يعني صداع جامد. هو هنا في غلطة، المفروض ما كانش جاب watching دي كده وما فيش فاعل، فاحنا نيجي نحلها نقول while يجي بعدها ing بنقول while watching. بعد كده بيقول لي my father is 5 years older my mother أكبر من ماما، يبقى المفروض نقول طبعا older than أكبر من، لأن دي مقارنة. The shop assistant showed Hala 2 skirt جبتين but she didn't like not of them لم تحب أيا من هما either طالما نافي هنا. All of us can buy tickets for the party we don't have enough money معناش فلوس كافية، يبقى مفيش حد مننا يبقى none of us. I was reading a detective story كنت بقرأ قصة بوليسية. While I heard a noise ماضي بسيط، يبقى المفروض اقول when I heard a noise عندما سمعت الضوضاء. الباراجراف عن some traditional Egyptian handicrafts بعض الحرف المصرية اليدوية، وده موجود عندك مشروح في الوحدة التانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 2، منتظرين دعواتكم ودعمكم لينا. انتظرونا ان شاء الله في يونت 3. لو عنده اي مشكلة اكتب لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.